السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد القيوم خوجة من شركة بروج العقارية. عرضنا اليوم شقة إطلالاتها مميزة في منطقة كاشستو يمرة. المشروع عبارة عن 3 أبراج سكنية، موجود فيه عدد جيد من الوحدات السكنية، كلها 3 غرف وصالة. العرض اللي بنصوره اليوم سعره مغري وإطلالتها جميلة، ما نقدر نقول إطلالة مباشر بس إطلالتها تشوفوها في الفيديو اللي يجي بعد كذا. إطلالة الشقة، الخدمات اللي موجودة في المجمع مواقف مغلقة بالإضافة إلى جلسات العائلية والعاب الأطفال، هذه الخدمات المشتركة اللي موجودة في المجمع. الخدمات اللي موجودة أطراف المجمع سوبر ماركت بالقرب من المجمع يزبر، بالإضافة إلى قربها من جواهر مول. موقع المشروع، المشروع يقع في منطقة كاشستو يمرة، قريب من جواهر مول، مسافة تقريبا أقدر أقول بالسيارة من 2 إلى 3 دقائق، بين الموقع والمطار 7 دقائق، بين الموقع والميدان 10 إلى 15 دقيقة. يعني موقع مميز مخدوم بكل الخدمات، معروفة حي كاشستو بخدماتها الحيوية. مدخل المجمع أو مدخل البناية من هذه الجهة تنفتح بأرقام سرية وكاميرات مراقبة. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر إطلالة الشقة. نشوف مع بعض إطلالة الشقة ونشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع. تفضلوا معنا. وصلنا يا جماعة الخير الدور 9، شقة جهة اليسار، 3 غرف صالة، مساحتها 165 متر مربع. مدخل الشقة من هنا. في كل دور موجود 3 شقق، شقتين أمامية وشقة خلفية. الشقة هذه تعتبر من الشقق الأمامية. أول ما ندخل الشقة عندنا منطقة الكوريدور، توزيع الغرف من هنا، والصالة والمطبخ من هذه الجهة، مفاتيح الكهرباء، الانترفون، وفي أيضا دفاية موجودة في منطقة الكوريدور. المنطقة هذه ممكن تلاحظوا في تمديدات للتدفئة، عشان نغطيها نقدر نحط دولاب مخصص بالأحذية والعبايات في هذه الجهة ويتغطى هذا المكان. نتوجه للصالة. الصالة مساحتها جيدة، أرضياتها باركيه مع الكوريدور، والغرف الباقية كلها باركيه، ما نقدر نقول انها درجة اولى ممتازة، يعني درجة ثانية. ديكورات سقفية بإنارة ليد. الواجهة الأمامية زجاجية، عندنا إطلالة بحر ليست مباشرة على اساس البناية اللي امامنا، عندنا من الجنب إطلالة البحر موجودة، ومن جهة اليسار. ما ننسى ايضا انه وجود اجهزة التدفئة، الكالوريفرات موجودة في الغرف وفي الصالة. نتوجه مع بعض إلى البلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ، مساحتها أقدر أقول 2 متر في 2 متر، وإطلالتها المميزة على البحر موجودة من هذه الجهة، وإطلالة المدينة أيضا. الإطلالة هذه تتميز فيها هذه الشقة، بالإضافة إلى إطلالة الطبيعة موجودة عندنا من جهة اليسار. زي ما قلت لكم أن البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ. نتوجه إلى المطبخ من جهة البلكونة. زي ما أنتم شايفين مساحة المطبخ ممتازة، دواليب المطبخ راكبة، نوعية نقدر نقول أنها جيدة، ألوان متناسقة، اللون الأبيض متناسق مع أرضية المطبخ. نكمل تفاصيل باقي الشقة. شرحنا لكم الصالة والمطبخ، نشوف تفاصيل باقي الشقة. يسارا هنا عندنا دورة المياه الأولى بنظام أرضي، ونقدر حسب اختيار الشخص أنه يقدر يحولها إلى الأفرنجي أو الكلوزيت. مقابلها عندنا الغرفة الأولى. الغرفة الأولى مساحتها أقدر أقول 3.5 في 4،
وإطلالتها على جهة الطبيعة والبنيات. بجوارها عندنا الغرفة الثانية مساحة متشابهة بالغرفة رقم 1 3.5 × 4 أقدر أقول، وإطلالتها نفس الغرفة الأولى، إطلالتها على الطبيعة وعلى الأبراج. مقابلها عندنا دورة المياه الرئيسية. دورة المياه الرئيسية هذه تعتبر الكبيرة، دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة ككل، المروش والمغسلة والكلوزيت، وعندنا مكان خاص بغسالة الملابس. نجي هنا على غرفة الماستر، تعتبر غرفة رقم 3 هذه، غرفة الماستر، غرفة النوم الرئيسية، مكان مخصص للدولاب، وعندنا مكان السرير، وحتى شيء مميز حاطين انه موجود الافياش في اطراف السرير. ودورة المياه الخاصة بغرفة النوم الرئيسية يعني موجود المروش والمغسلة، شيء واحد ينقصها اللي هو الكلوزيت. غرفة الماستر لها بلكونة خاصة فيها، بلكونة صغيرة، إطلالتها على الجهة الجانبية، إطلالة الطبيعة وإطلالة الأبراج. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه، 3 غرف صالة مساحتها 165 متر مربع في منطقة كاشستو يمرة. أرجو يكون الفيديو نال على إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات أسفل الفيديو. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.